اعتراض السيد محسن الحكيم باعتباره المرجع الديني آنذاك على هذا القانون، وأرسل ببرقيات واعتراضات رسمية إلى رئيس الوزراء يخبره أن هذا المشروع، مشروع قانون الأحوال الشخصية اللي هو طبقه حاليا، ينتهك أحكام القرآن الكريم وأحكام الإسلام بصريح العبارة. يعني هذا القانون اللي قاعد نشتغل به حاليا، نعم، ينتهك أحكام القرآن، نعم، واستمر هذا الإسلام، نعم. مثل شنو؟ أول شيء نبلش مسألة تعدد الزوجات. لازم تأخذ موافقة الزوجة. وفق قانون الأحوال الشخصية يجب أن تذهب إلى القاضي، والقاضي يستحصل موافقة الزوجة، وأن وافقت أم لم توافق سيكون الأمر تقديري للقاضي، في حين أن القرآن الكريم لم يعلق هذا الأمر بمثل هذه الشروط، وكأنها مصادرة لحق الشخص بالزواج من ثانية، باعتبار القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. المسألة الثانية المخالفة الشرعية، أنه ليس استحصال إذن فقط من المحكمة في عقد الزواج الثاني، لا، في حال زواج الشخص من امرأة ثانية دون موافقة الزوجة فأنه يجوز لها أن تطلق الزوج بسبب ذلك، بمعنى أنه احنا حرمنا الحلال باسم قانون الأحوال الشخصية. يعني هذا قانوننا، يعني هذا القانون يعطي المرأة الحق إذا تزوج عليها زوجها أن تطلقها، هي تطلق نفسها بموافقة القاضي. فبالتالي تحريف للحكم الشرعي. زين، لأن من استعمل حقه استعمال شرعي ماكو أي مسؤولية قانونية عليها، في حين أن واقع الحال سبب من أسباب انتهاء العلاقة والتفريق القضائي. المسألة الثانية المخالفة للشرع، مسألة الحضانة. الفقهاء السنة والشيعة متفقون وفق المشهور منهم، سن الحضانة 7 سنوات، بعدها تسقط الحضانة عن الأم. قانون الأحوال الشخصية 9 سنوات، وتمدد هذه الحضانة لغاية 15 سنة بعد أن يتم إملاء الطفل بالغيظ والكراهية ضد والده، نذهب لتخيره، تريد بابا أمك لو أبوك. المسألة الثالثة، لا يبيت الطفل إلا عند أمه بعد الطلاق. هاي وين يا حكم شرعي، يا حكم إنساني يجيز أنه حرمان الأب من مبيت الطفل معه؟